اولا القانون هو اللي كينظم، لا كنتي مقتنع ان وزاره الاتصال كتحرك التلفزيون هذا راه رجعنا للور، استقلاليه الاعلام خيار لا رجعه عنه. لا كنتي كطلب مني انني نبدا نحرك التلفزيون سير لهنا وسير لهنا، اذا هذا راه سلوك لا ديمقراطي وما قابلينش المغرب يرجع للور. ها واحد، جوج، المغرب من 2002 قطع مع هذا الامر ودارت الهيئه العليا للاتصال السمعي البصري كتراقب. التقرير اللي خرجته شنو قال؟ المعارضه، احزاب المعارضه، ما هنا انا وزير لكل المغاربه ما نقولش الاسماء، 125 ساعه في البرامج الحواريه، الاحزاب الاغلبيه 74 ساعه. هذا التقرير الهكا. ثالثا، نهار اللي بغيتي تسولني على المهرجان الوطني للسينما نجي نجاوبك وطرح سؤال واضح ما تمرش مع سؤال اخر، وانا ذاك نجاوبك بكل وضوح. رابعا، وهذا شيء اساسي ما خصناش نساوه، المغرب الان كيعيش تحولات، الاعلام الناس القطب العمومي كيبذلوا جهود استثنائيه وكبيره. فاش قلت لك اشكاليه الامكانيات ماشي باش نهرب من السؤال، باش نقول باننا جميعا خصنا نوفروا الامكانيات للاعلام ديالنا باش يعكس التعدديه. الثقافه العبريه، ما لاحظتيش بان واحد السنه تغطيات ديال الانشطه ديال الطائفه اليهوديه في المغرب الوطنيه مرات في التلفزيون؟ شكرا للسيد الوزير.